ظاهرة الذكاء الاصطناعي يلي اليوم مال الدنيا وشغل الناس، كيف ما تفتح سوشيال ميديا، كيف ما تفتح تي في، بتلاقي ما في حديث الا عن الذكاء الاصطناعي وعن هالاختراع المهول يلي صار يتنبأ ويتوقع ويعطيك صورة لكل شيء. واخر ابداعات الذكاء الاصطناعي فات على عالم كرة القدم وطلب منه انه يتنبأ مين حيكون بطل دوري ابطال اوروبا. هون انا بدي اتوقف لحظة صغيرة واشرح عن شو هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي منه دماغ، منه فكر حي، منه كائن بيتأثر، ولا انه كائن بيعطي وبيراقب وبيحلل. الذكاء الاصطناعي عبارة عن كمبيوتر عنده قدرات حسابية هائلة، بيعتمد فقط على المقارنات وعلى الإحصاءات وعلى الرياضيات، ماتيماتيك، ماث، 1+1=2 مش أكتر. شو في عندي بيانات بقعد بحللها وعلى أساسها بتنبأ وبقول شو شايف. يعني بالنهاية ما بيدخل بحسابات الذكاء الاصطناعي من ناحية كرة القدم والرياضة، ما بياخد بعين الاعتبار الروح المعنوية العالية، ما بياخد بعين الاعتبار التصميم والإصرار، وأنه كل مباراة إلى ظروفها، وأنه اللاعب بيكون اليوم حاطط بكل تقله أو الفريق كله مصمم أنه يتفوق على نفسه، هيدي كلها ما بيحسبها. طب شو عطينا الذكاء الاصطناعي احتمالات، ومين قال ومين تنبأ وشو قال ومين رح ياخد دوري ابطال اوروبا؟ حل بالمرتبة الاولى نادي مانشستر سيتي الانجليزي، طبعا للتعاقدات العالية اللي عملها وبناء على النتائج الكبيرة والحلوة اللي عم بيقدمها. حل بالمرتبة الثانية مين؟ باريس سان جيرمان، يلي كمان ما خلى شيء الا ما عمله. اما ريال مدريد حل بالمرتبة الثالثة، وقال الذكاء الاصطناعي بناء للبيانات يلي درسها انه شايف انه غياب كازيميرو حيكون له اثر كثير كبير على الفريق. العم طلع بيفكر. طب مين هي الانديه يلي بعد؟ بالمرتبه الرابعه اتوقع البايرن ميونخ، بالمرتبه الخامسه اتوقع انه اليوفي حبيبنا اللزم يلي هو حيكون الاول، بكره بتشوفه. بالمرتبه السادسه اتوقع يكون ليفربول، اما المفارقه الاغرب هي انه توقع يكون نادي برشلونه بالمرتبه الثامنه، يعني اخر شيء من العشره او الخمسه الاواخر يلي عندهم احتمال يربحوا دوري ابطال اوروبا، على الرغم من انه برشلونه عز صفوفه بلاعبين على مستوى كتير عالي. انا بقول برشلونه رح يخالف ورح يضربوا للذكاء الاصطناعي، ورح نشوف برشلونه بمراتب اعلى بكتير من متوقع الذكاء الاصطناعي.